أخبار وساحل وفيها. وزارة التجهيز والنقل تستعرض حصيلة 10 سنوات من العمل. السنغاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وأكثر من 28,000 ناخب سنغالي مقيم في موريتانيا يدلون بأصواتهم. أندية كيديا وسنيم وكينغ نواكشوط والميناء تشكل أضلاع المربع الذهبي للكأس الوطنية، وأفسن وذيبو وتفرغ زينة أبرز المغادرين من دور الثمانية. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل. أعلنت وزيرة التجهيز والنقل آمال بنت مولود أن 46 مليارا من الأوقية الجديدة تم استثمارها في مجال التجهيز والنقل البري. أضافت الوزيرة خلال عرضها لإنجازات قطاعها خلال العشرية الأخيرة أن نسبة 52 من مسافة الطرق المعبدة تم إنجازها عن طريق شركات وطنية، الأمر الذي انعكس على تكلفة إنشاء الطرق وفق تعبيرها. أحمد نستعمل حصيلة إنجازات قطاع التجهيز والنقل. 46 مليارا جديدة تم استثمارها في مجال النقل البري منذ 2009 إلى اليوم، منها 28 مليارا من ميزانية الدولة والباقي على شكل قروض، حسب وزيرة التجهيز والنقل آمال بنت مولود التي استطردت في جرد حصيلة قطاعها خلال العشرية الأخيرة. 3000 كيلومتر التي تم إنشاؤها من الطرق المعبدة بدأ بالنسبة للشبكة الوطنية للطرق منذ استقلال الدولة إلى 2009 بمعدل 700 كيلومتر لكل 10 سنوات، أضيفت لها خلال العشرية الأخيرة 2000 كيلومتر من أصل 2600 تمت برمجتها خلال العشرية الأخيرة. وطبقا للمخطط المتبع في مجال إنشاء الطرق، فإن ربط كل مقاطعات الوطن بعضها ببعض ظل هو الهدف المنشود، وما عدا 6 مقاطعات من بينها المدن الأثرية الأربع تم ربط البقية بطرق معبدة بعضها قيد التنفيذ. وما شكل إضافة نوعية، تقول الوزيرة، هو أن نسبة 52% من المسافات المنفذة تمت عن طريق شركات وطنية، وهو ما انعكس على انخفاض تكلفة الكيلومتر المعبد لدرجة أنه وصل أحيانا إلى 76 مليون أوقية قديمة، وهو ما وصفته الوزيرة بالسعر المنخفض جدا مقارنة بتكلفته السابقة. كما تمت مراعاة عرض الطريق حيث أصبح 7 أمتار بدل 6 أمتار المعتمدة سابقا. أما شبكة الطرق الحضرية والتي كانت محدودة ليس في بعض المدن فحسب، إنما على مدن بعينها حسب الوزيرة، فإنها قد شملت كل المدن بزيادة 400 كيلومتر كطول إجمالي منذ 2009 إلى اليوم، من ضمنها 250 كيلومتر في العاصمة نواكشوط لوحدها، والتي تميزت بالأرصفة لأول مرة، وكذلك التوسعة التي تتضاعف 2 و3 مرات في بعض الطرق. الوزيرة أعلنت أن هناك برنامج لاستفادة كل مدن الداخل من شبكة طرق حضرية عصرية، وهو الذي بدأ في نواذيبو وشمل إلى حد الساعة مدينة كيهيدي وأطار والنعمة، وسيستمر مع موعد كل مدينة مع احتضان فعاليات عيد الاستقلال الوطني، إضافة إلى استحداث برنامج سنوي لفك العزلة، وخصص له غلاف مالي يقدر ب100 مليون أوقية جديدة سنويا، وتم تنفيذه على نطاق واسع حيث أقيمت جسور وطرق تربط المناطق النائية بالمدن. وسيستمر حسب الوزيرة، والتي أعلنت أنه مع مواصلة برنامج الصيانة الطرقية، فإن مبلغ مالي مخصص له كل 3 سنوات حسب الاستراتيجية الأخيرة التي تنص على لامركزيته ووضع آلياته في كل مقطع ضمن المقاطع الأربعة التي تم تقسيم الخارطة الوطنية على أساسها، دون أن يكون لقطاع الصيانة أي ارتباط مع المشاريع المنفذة في تلك المنطقة، لينحصر دوره في التدخل كلما لاحظ خللا يستدعي تدخله بكل استقلالية.
إلى السنغال، حيث توجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية من بين 5 مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي المنتهي ولايته ماكي سال الذي يعد الأظفر حظا. وفي موريتانيا توجه 28,000 ناخب سنغالي إلى صناديق الاقتراع في مدن نواكشوط وديبو ورسو. عبد الله للناحي. 28,000 ناخب سنغالي مقيم في موريتانيا توجهوا إلى مكاتب التصويت التي فتحت أبوابها في نواكشوط ونواديب وروسو للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها 5 مرشحين من ضمنهم الرئيس ماكي سال. نحن هنا للتصويت في رئاسيات السنغال 2019. عملية التصويت تجري في ظروف جيدة ونتمنى أن نستمر. كذلك نطالب السنغاليين بالتمسك بالهدوء والابتعاد عن أجواء الاحتقان. ما نريده هو السلام فقط. صناديق الاقتراع هي من يحدد الفائز في هذه الانتخابات لضمان تقدم البلاد. طوابير طويلة للناخبين السنغاليين في هذا المركز بقلب العاصمة نواكشوط، وداخله تجري العملية تحت إشراف اللجنة الانتخابية، وذلك بحضور ممثل المرشحين 5. هنا في المركز رقم 1 تجري عملية التصويت في هدوء ومن دون أي نواقص، وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية في ظروف جيدة. حوالي 18,000 ناخب سيصوتون هنا اليوم في إعدادية ابن سيناء ومركز بيتي سانتر، ولم نجد أي صعوبات. أكثر من 28,000 ناخب سنغالي توجهوا إلى صناديق الاقتراع في موريتانيا لاختيار رئيس جديد لبلادهم، وينتظرون الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع. أما في الأراضي السنغالية فقد توجه أكثر من 6,400,000 ناخب إلى أكثر من 6,400 مكتب اقتراع، وذلك لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين المرشحين 5. عبد الله للناهي، الساحل تي في، نواكشوط. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو الخبير في الشؤون الإفريقية إسماعيل الشيخ سيدي. أهلا بك ضيفي الكريم. إذا هل من أنباء قادمة من الجارة الجنوبية لموريتانيا من الضفة الأخرى؟ أول المكاتب هي مكاتب الخارج، وكانت تشكل إلى حد ما نموذجا يمكن أن يقرأ من خلاله ما سيحدث في أوروبا والأمريكيتين. فقد فاز ماكي سال بشكل ساحق في الصين، ولكنه تأخر عن عثمان سونكو في المملكة العربية السعودية، وفاز بشكل خفيف في تركيا، لأن السنغاليين هم شعب مهاجر. هناك 7% من الناخبين هم في الخارج، وهناك 50 دولة تجري فيها عملية الاقتراع، 10 منها جديدة. إذا كان من مؤشر فهو صعود سونكو، وهو شيء جديد، ولكن أيضا هنالك خفوت لماكي سال في الصعود الجالية في أوروبا. أما عن الأرقام الأولية التي تذاع تباعا، لأن هنالك إذاعات حرة في داكار قبل الدخول إلى المكتب، كانت هنالك مؤشرات في مسقط رأس ماكي سال على أنه فاز به، ولكن أيضا إدريس السك يمكن أن يقال حتى الآن أنه فائز في تشيس. معظم المترشحين أو كلهم من خارج داكار، ليس من بينهم من هو منحدر من داكار، وداكار هي أكبر خزان انتخابي، هي ثلث الناخبين في هذه العملية. نعم، إذا بحسب استطلاعة الرأي وما تم يعني إعلانه من نتائج أولية حتى الآن، هل يعتبر عثمان سونكو هو المنافس أو الملاحق الأقرب للرئيس الحالي المنتهي ولايته ماكي سال؟ لا أعتقد ذلك. عثمان سونكو إلى حد ما هو ممثل الشباب، لأنه الأصغر سنا والأشد راديكالية من بين جميع المرشحين. ولكن مشكلة ماكي سال ليست في عثمان سونكو، مشكلة ماكي سال في نسبة المشاركة. إذا ارتفعت نسبة المشاركة التي يتوقع أن تصل إلى حدود 70، هل تم الحديث عن أرقام؟ هنالك 70%، هنالك حديث للمراقبين الأوروبيين على تمام الساعة الرابعة عن نسبة 70% في بعض المكاتب، ولكن إذا ازدادت نسبة المشاركة فإن ماكي سال سيزداد حظه.
أما إذا بقيت على ما كانت عليه في حدود الخمس سنوات في الانتخابات البرلمانية في السنة الماضية فإن ماكي سال سيكون مرغما على الصعود إلى الشوط الثاني، وإذا كان شوطه الثاني مع أحد رفقاء دربه إدريس ساكو ميدي كانيون فإن ذلك سيكون فإن حظه سيكون أسوأ في الشوط الثاني. نعم، ماذا عن الخروقات؟ هل تم تزيير أي خروقات من نوع ما؟ لم تكن هنالك خروقات، هنالك حديث عن مشاكل فنية وغياب لعناصر للتغطية الأمنية في سنغال أورينتال، وهنالك تعذر في إلصاق الحبر ببعض أصابع الناخبين، ولكن ما عدا ذلك في السنغال دولة تعودت الانتخابات وهذه هي الرئاسيات الحادية عشر في تاريخ البلد. نعم، الرئيس السابق عبد الله واد دعا إلى يعني التحرك ما يمكن أن يوصف بالتشويش على اليوم الانتخابي الأول، هل هناك استجابة لهذه الدعوة من لا لم تكن هناك استجابة. لم تكن هناك استجابة، وأكبر دليل على ذلك هو أن سائقه الشخصي وحارس ابنه الشخصي شارك في الانتخابات في مكتبهما في قرب منزلهما في بوان أه حسب موقع داكار أكتي. عبد الله واد يريد أن يناور للقرصي في جلد ماكي سال ولكي يحول بين مدي كانيون من أخذ تركته في الناخبين التابعين لليمين الليبرالي الذي هو الأب الروحي له. أما ما عدا ذلك فهو يستعذب سونكو ويستعذب إدريس ساك حسب بعض تصريحاته، وقد تأرجح بين حرق بطاقات الناخب ومقاطعة انتخابات، كل ذلك لكي يقول ابني أو الطوفان، وفي هذه يكون خرفا أقرب مما هو ممارسة التعبير عن موقف سياسي. الجالية السنغالية المقيمة في موريتانيا تعتبر الجالية الثانية الأكبر خارج السنغال، إذا وعاشت الحملة يعني يوما بيوم، إذا ما الذي تنتظره هذه الجالية من يعني انتخاب ماكي سال أو رئيس جديد للسنغال؟ حسب معلوماتي أن هذه الجالية هي في معظمها جالية مثقفة لأنهم فنيون في معظمهم وعاملون في معظمهم وهم من الطبقة المتوسطة، ولذلك تعبيرهم سيكون إما تشبثا ببرنامج ماكي سال أو تطلعا لمرحلة ما بعد الغاز مع أحد قرنائه من مثل مدي كانيان وإدريس ساك. ولست على علم بحضور لأوسمان سونكو والحاج عيسى سال في صفوف الجالية الموريتانية، رغم أنها جالية كبيرة جدا ومن الصعب السبر آرائها بكل دقة، ولكن ما ستؤول إليه الأمور هذا المساء هو إما أن يكون تشبثا بالبلان سيريغال إميرجون أو استعدادا لعصر الغاز مع أحد رجال الدولة الذين هم لا يقلون شأنا عن تجربة ماكي سال. نعم، السنغال من بين عدة دول إفريقية، موريتانيا ستعمل فيها انتخابات رئاسية منتصف هذا العام، الجزائر بعد يعني في قادم الأيام، هناك نيجيريا أمس، وبعد يعني بعد حين جنوب إفريقيا. إذا هل أخيرا اكتشف الأفارقة أنه يمكن التحول إلى يعني انتقال السلطة من دون أي انقلاب؟ هنالك أمل في هذا الواقع، ولكن تبقى الأجندة الانتخابية في إفريقيا أهم بكثير من دولة القانون، وهذه هي لعنة الدولة الإفريقية في مرحلة ما بعد الإمبريالية، لأن الديمقراطية الغربية المستنبتة في إفريقيا هي في الغالب غير صالحة لنا في إفريقيا، ولكن بالمقابل نحن نحتاجها أكثر مما يحتاجها الغربيون، لأن الانسيابية التي وصل إليها الغرب ما زالت انسدادية في شؤوننا السياسية. نحتاج في السنغال إلى دولة الرجال أكثر مما نحتاج في إفريقيا بشكل عام إلى دولة الرجال ودولة المؤسسات أكثر من رجل الدولة القوي. نعم، إذن يمكن القول بأن رغم خصوبة الأراضي الإفريقية لم تصلح حتى الآن لزراعة الديمقراطية. لا أقول ذلك، لست متشائما في إفريقيا، ولكن أعتقد أن النخبة بدأت تفرض الديمقراطية لكي تصل في العشرية القادمة إلى حتمية تاريخية. فالديمقراطية لم تكن يوما مطلبا جماهيريا في إفريقيا، لأن صناع القرار في إفريقيا هم في الغالب يرفضون آراء صناديق الاقتراع، وهم في الغالب ديكتاتوريون. نعم، ولكن مع ثقافة حقوق الإنسان وعولمة القيم الديمقراطية نرى شيئا فشيئا أن إفريقيا تتدمقرط إلى حد ما. شكرا جزيلا لك إسماعيل والشيخ السيدية الخبير في الشؤون الإفريقية، كنت ضيفنا في هذه النشرة أخبار الساحة.
قتل 3 عناصر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي على يد رجال عصابات أثناء سفرهم برا من العاصمة باماكو إلى غينيا المجاورة، حسب ما نقلته وسائل إعلام من مصادر أمنية. وأفاد بيان لبعثة مينوسما أن العناصر 3 كانوا في إجازة وتعرضوا حوالي 10 من مساء الجمعة إلى اعتداء من قبل مسلحين مجهولين وهم داخل سيارة أجرة على الطريق المؤدي بين سيبي على بعد 44 كيلومترا شمال غرب باماكو، ما أسفر عن مقتلهم. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاعتداء فيما دعا مجلس الأمن في بيان حكومة مالي إلى إجراء تحقيق سريع في الاعتداء ومعاقبة مرتكبيه. في ذات السياق قال رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب إن المهمة في الساحل لا تزال طويلة، مضيفا أن فرنسا ستكون إلى جانب مالي طالما أنها ضرورية وطالما أن مالي تريد ذلك وفق تعبيره. قال الوزير الأول المالي ميشيل بن آخر قال الوزير الأول المالي سومايلو بويبويميغا إن القوة العسكرية لمجموعة دول الساحل 5 ليست جاهزة بعد ولا يتعلق الأمر بالمشكل المالي فحسب. وكان رئيس الحكومة الفرنسية قد بدأ الجمعة زيارة لمالي على رأس وفد يضم وزيري الشؤون الخارجية والجيوش ووزير الدولة لدى الداخلية ووفدا من رجال الأعمال إضافة إلى لاعبين فرنسيين من أصول مالية. إلى مصر، حيث انطلقت اليوم بشرم الشيخ أشغال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستمر ليومين. وتمثل موريتانيا في هذه القمة من طرف وزير خارجيتها إسماعيل الشيخ أحمد إلى جانب عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من 50 دولة من الطرفين. وتعول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي على القمة في دفع وتعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري وكذلك تنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات السياسية والأمنية خصوصا قضية فلسطين والهجرة غير المشروعة التي تحظى باهتمام كبير لكثير من دول الاتحاد الأوروبي. رياضيا في هذه النشرة، أقصى نادي الكدية حامل لقب الكأس الوطنية نادي أفسين وذيبو من مباراة قوية جمعتهما مساء السبت في الزوارات شمال موريتانيا وذلك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد. وإلى الدور تأهل شباب الميناء بعد إطاحتهم بنادي تفرغ زينة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف. بجهته تغلب سنيم على ضيفه نادي الكسر في الملعب البلدي بهدفين مقابل هدف واحد ليقطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل من الكأس الوطنية. أما البطاقة الرابعة فقد كانت من نصيب كينغ مقشوط الذي اكتسح نظيره الجمارك بسباعية نظيفة. أخبار الساحل وصلت نهايتها إلى العناوين. وزارة التجهيز والنقل تستعرض حصيلة 10 سنوات من العمل. السنغاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وأكثر من 28,000 ناخب سنغالي مقيم في موريتانيا يدعون بأصواتهم. أندية الكدية وسنيم وكينغ نواكشوط والميناء تشكل أضلاع المربع الذهبي للكأس الوطنية وأفسن وديب وتفرغ زينة أبرز المغادرين من دوري الثمانية. كرم متابعتي المشكور، إلى اللقاء.